طبعا كلنا تابعنا امبارح ماتش الاهلي المصري والاتحاد السعودي، اتحاد جده، واللي خلص 3-1 للنادي الاهلي في ملعب الجوهره في عقر دار اتحاد جده، بعد اسابيع وايام من الحشد والشحن الاعلامي وكلام على ان الهلال السعودي مش اتحاد جده واتحاد جده مش الهلال السعودي، وان الاهلي هيخسر وين الطعميه ومش شايفين الطعميه والكلام ده كله. طبعا مش دي قصه خالص، ومش عايز اتكلم في قصه الكوره كتير يعني، وكابتن وليد الفراج والحاجات دي، لكن انا عايز اتكلم في هاشتاج موجود دلوقتي في السعودية اسمه المصاريا الحين، المصريين دلوقتي يعني. والهاشتاج الحقيقه فيه اهانه شديده جدا للجمهور المصري، جمهور النادي الاهلي، وبيتكلموا انه في ملعب الجوهره جمهور الاهلي كسروا الكراسي وهم خارجين من الملعب، وشفتوا الهمج وشفتوا الغوغائيه، وفين الجمهور السوري في مش عارف كاس ايه، والجمهور اللي مش عارف مين اللي عمل ايه، وانه يا جماعه ما يصحش، والجمهور المصري ما ينفعش يعمل كده، وان هم دول كذا، وفي اهانه وحملة أنا الحقيقة مش عارف دي حملة مرتبة ممنهجة لجان إلكترونية ذباب إلكتروني ولا ناس حقيقيين ولا إيه، لكن أكاونتات كلها فيريفايد يعني على موقع إكس، وكله بيشتم الجمهور المصري. بشوية بحث لقيت الفيديو المتكرر في كل التغريدات على هاشتاج المصاريا الحين اللي بيشتم جمهور الأهلي والجمهور المصري وبيتكلم عن تكسير ملعب الجوهرة، هو فيديو منشور على قناة على اليوتيوب اسمها قناة العالمي من 7 سنين لمباراة الهلال واتحاد جدة السعودي، خسرها الهلال وجمهور الهلال السعودي هو اللي كسر الكراسي في ملعب الجوهرة. فالحقيقة لما اكتشفت ان القصة كلها متألفة ومتفبركة حسيت الموضوع وراه حاجة تاني، فبدأت ادور جمهور الأهلي عمل ايه يزعل الجماعة في السعودية، فلقيت ان في حاجة واحدة بس غير الكورة وغير خسارة اتحاد جدة، هي اللي حصل بعد الماتش واللي حصل جوه الماتش واللي حصل قبل الماتش، وهو الهتاف لفلسطين، بنروح بالدم نفديك يا فلسطين، اعلام فلسطين اللي طلعت، الهتافات ضد اسرائيل، وبالتالي جمهور النادي الاهلي وصل رساله ان المملكه العربيه السعوديه اللي عامله موسم الرياض وبتعتقل ناشط بريطاني اتكلم عن فلسطين في موسم الرياض، لا زلزال الصعيد عشان عمل فيديوهات على تيك توك عشان فلسطين، لا امام جزائري، لا امام تركي عشان دعم فلسطين في الحرم، قام جمهور الاهلي رايح في ملعب الجوهره وهاتف بنروح بالدم نفديك يا فلسطين. فيبدو ان الهتاف ده الاحتفال مع جمهور الاهلي باعلام فلسطين، باشاره فلسطين، بعلامه النصر، الكلام ده كله واضح انه زعل اخواتنا في السعوديه، فخرجوا الموضوع من الكوره وحولوه لانتقام من الجمهور المصري اللي دعم فلسطين في شكل ان انتم مخربين وهمج وازاي تكسروا ملعب الجوهره. الفيديو مفبرك، الفيديو اللي انتم ناشرينه ومطلعينه على هاشتاج المصاريا الحين غلط، حصل من 7 سنين ومنشور على اليوتيوب في قناه اسمها قناه العالمي. كل سنه وانتم طيبين.